السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد عن دراجة متميزة جدا، ودراجة جميلة ومشهورة جدا في السوق المصري. الدراجة دي اسمها كون 30 فورمات، صناعة روسي. دراجة من اكتر الدراجات المتميزة في السوق المصري. اتفرج على الريفيو للاخر، واتمنى الاشتراك واللايك للقناة للدعم. الدراجة بتتكون معانا من شفترات شيمانو، جشمة خلفية شيمانو كلاريس 8 سبيد، جشمة أمامي كلاريس. الدراجة فول ألمنيوم، الدراجة في الكابل فول ألمنيوم، وزنها خفيف ريشة جدا. الكرنك ألمنيوم خفيف جدا وممتاز، من افضل الماركات العالمية. سايكل برو من افضل الماركات في عالم الدراجات. الدراجة الوانها متميزة، السرة الخلفية تايواني اصلي ممتازة، ادائها ممتاز، كاسة 8 سبيد ادائها ممتاز جدا. والسرة الامامي برضو نفس الماركة تايواني. شكل الدراجة والوان مميزة جدا، صناعة روسي. باورات، باورات شيمانو اصلي من افضل الانواع العالمية. الدراجة متميزة جدا وجميلة. شيمانو، ماركة شيمانو دي غنية عن التعريف. الجشمة الخلفية كلاريس 8 سبيد ممتازة جدا، وأدائها ممتاز جدا وجميلة وغنية عن التعريف. والماركة دي فورمات غنية عن التعريف. كبشة الفرامل الخلفية ممتازة جدا، من ماركة عالمية، من افضل الماركات العالمية، والكاوتش من ماركة كندل عالمية. كاوتش ممتاز جدا، كاوتش حلو جدا ويستحمل. باورات ممتازة، ادائها ممتاز جدا. عداد اصلي ممتاز وشكل مميز وجميل قوي. استيراد خارج، حمل الموبايل التبرو ده غني عن التعريف، ممتاز وأداءه ممتاز جدا وخامته نضيفة جدا. كمان بتيجي كمان مع المنفاخ، ده منفاخ جميل جدا ومن ماركة محترمة، وحامل زمزمية. بتيجي الدراجة دي مميزة، بتيجي باتنين حامل زمزمية. لو سمحتم الاشتراك واللايك في القناة والضغط على زر السبسكرايب لو سمحتوا يا جماعة. الموضوع ده مهم جدا، عايزين فيه فيديوهات جميلة جاية بإذن الله لو عملتوا اللايك والاشتراك. في فيديوهات جديدة وجميلة ومتميزة جدا في عالم الدراجات وفي عالم السيارات لو انتوا ضغطتوا على زر اللايك والاشتراك. لو ما اشتركتوش بقى ما فيش حاجة هتنزل، لان احنا محتاجين الدعم ان شاء الله. كومت خلف بيشتغل يو اس بي، النور بتاعه قوي جدا جدا ومتميز، وبيخليك تكون واضح جدا للسيارات الخلفية لما تشوفك. حامل الزمزمية ده ممتاز، بلاستيك الدراجة دي متميزة، وزنها خفيف. ماركة فورمات دي ماركة عالمية، خصوصا الكون 30. الجشمة الأمامية كلاريس غنية عن التعريف وممتازة، وأدائها مميز جدا على الطريق. ألوان الدراجة بتيجي بألوان مختلفة، الأحمر والرصاصي مع بعض بيدوا شكل مميز جدا.
الدراجة دي سعرها جديدة زيرو من المعرض 7.5 من غير الكماليات، من غير المنفاخ، من غير ال يعني حامل الزمزم، تاخدها فاضية. دراجة زي ما احنا شايفين الوانها متميزة جدا والوان جميلة، اللون الاحمر بتاعها ده ممتاز قوي. سريعة جدا، تعتبر من الفئة يعني المتوسطة او فوق المتوسطة. الدراجة دي كفات البدال ممتازة جدا.